نفى مصدر بوزاره الدفاع صحه الانباء التي تحدثت عن محاصره مسلحي انصار الله لمقر الوزاره الواقع بمجمع العُرضي بالعاصمه صنعاء ونقل موقع يمن بريس عن مصدر في الوزاره طلب عدم ذكر اسمه قوله انه ليس هناك اي حصار للوزاره وان التشديدات الامنيه التي كانت اليوم في بوابات ومحيط الوزاره الواقع داخل مجمع العُرضي انما هي بسبب زياره قام بها رئيس الجمهوريه للعلاج في مستشفى العُرضي وكان كانت عدد من وسائل الاعلام قالت ان مسلحين من انصار الله قاموا بمحاصره مبنى وزاره الدفاع وسط العاصمه صنعاء ومنعوا وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي ورئيس هيئه الاركان حسين خيران ورؤساء الدوائر من دخول وزاره الدفاع